الفيلم ده بيعتبر من الأفلام العظيمة جدا في كل شيء، في الصورة، في الأداء، في الحركة، في السيناريو كمان اللي قدمه ببراعة السيناريست الكبير الأستاذ مصطفى محرم. أداء ممثلين في يعني يكون من أبرع وأمهر الأداء. حتى كمان الفيلم نفسه كان بيقدم معالج، كان صدمة كبيرة قوي لكل الناس. يعني في الوقت ده ما كانش في أفلام بتقدم بالشكل ده، فجأة لقينا فيلم عظيم. حتى الأغنية تعيش يا ضحكة مصر اللي قدمها الشاعر العظيم عبد الرحمن الأبنودي، الناس خرجت من الفيلم تغنيها. الفيلم بعث الأمل من جديد في روح الشعب المصري. أبكي، أنزف، أموت، وتعيشي يا ضحكة مصر، وتعيش يا نيل يا طيب، وتعيش يا نسيم العصر، وتعيش يا قمر المغرب، وتعيش يا شجر التوت. الناس اللي شافت الفيلم عارفة بدور الأحداث أثناء 67 حوالين عدد محدود من الجنود بيحاصروا في ممر، ولكن بيرفضوا ان هم يتخلوا وينسحبوا من هذا الممر، وبيظلوا يقاوموا حتى آخر واحد فيهم. وبالتالي هو عمل وطني يطالب بالمقاومة وبالنضال بشكل قوي ومباشر جدا. بالرغم ان الفيلم نهايته حزينة جدا وانتهت باستشهاد كل المحاصرين، الا ان الفيلم اعطى طاقة غير طبيعية لامكانية النصر. طالما لدينا هؤلاء الفدائيين، هؤلاء الصامدين، حتما سيأتي النصر.